إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن من المناسبات التي يمن الله عز وجل بها على المسلمين ما نستقبله بعد أيام، ألا وهي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فهنيئا للخلق أن تغفر لهم الذنوب، هنيئا للخلق، ولا سيما في زمان مثل هذا الزمان حيث تنتشر الفتن وتكثر الذنوب، فما أحوجنا إلى مغفرة علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وهذا الأمر وهو مغفرة الذنوب كما تلحظون في هذا الحديث مشروط بأمرين: أما الأول فانتفاء الشرك، وأما الثاني فانتفاء المشاحنة. فإذا كان العبد مشركا لا يغفر الله له، وإذا كان العبد مشاحنا لم يحصل على هذه الفضيلة أيضا. إذن فليستعد العبد ليمر بهذه الليلة وقد نقى قلبه من الشرك، وقد صفى قلبه وسلمه من المشاحنة لإخوانه. وهذا الأمر وإن كان يحصل في هذه الليلة فكرم الله واسع وعطاؤه عظيم، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بقوله: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. إذن فنجد في هذه النصوص التي فيها هذه الفضائل العظيمة وأعظم الفضائل بالنسبة للعبد المذنب التي يرجو أن تغفر له هذه الذنوب التي تثقله والتي ربما تكون سببا في إدخاله في غضب الله،
عباد الله، وإذ الأمر كذلك. فننظر أولا في موضوع الشرك. إخواني، إلا عبدا أشرك، أو إلا عبد يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا في حديث الاثنين والخميس، وفي حديث النصف من شعبان يغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك في الجهتين هو الذي وقع في الشرك، الذي وقع في الشرك، وهذا يوافق القرآن. فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك لا يغفره الله، لا ينال صاحبه المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. قال عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما أعظم الذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك المشرك أو الذي عنده شرك أو لبس إيمانه بالشرك لا يعيش آمنا في حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن لبس إيمانه بظلم، بمعنى أنه لبس إيمانه بهذا الشرك، هذا ليس له أمان في الدنيا ولا في الآخرة. الشرك سبب في أن لا يقبل الله الأعمال من الناس. فالعبد الذي يشرك بالله يرد عليه العمل. فقد خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فغاية الخسران وخسارة الأعمال مهما كانت كبيرة إنما يكون ذلك بالشرك عياذا بالله تعالى، بل إن الله يحرم على الإنسان دخول الجنة. قال الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك كارثة الكوارث، مصيبة المصائب، أظلم الظلم. ولذلك لا تعجب حينما يأتي في هذه الأحاديث كشرط، زواله شرط في قبول الله أو في مغفرة الله ذنوب عباده. إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا عبدا أشرك بالله شيئا، أو أولئك الذين بينهم شحناء، فيقول: دعوا أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوا. هذا جاء في رواية: دعوا أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوا، لأن المغفرة تقتضي أن هذا العبد يريد أن يغفر له. تريد أن يغفر لك، عليك أن تبذل من نفسك مغفرة. لذلك إن أردت أن تستقبل هذه الليلة ليغفر لك، استقبلها بسلامة القلب. سلامة القلب فيما بينك وبين الله ألا تشرك به شيئا، وسلامة القلب فيما بينك وبين الناس ألا تحمل عليهم الضغائن. فإن كان بينك وبين أخ لك شحناء فعليك أن تسعى لإزالة الشحناء، حتى لو لم يكن في قلبك أنت وكان في قلبه، فالأمر يستحق
أن تتحرك باتجاه هذا الأخ في الله أو الأخ الشقيق أو الأخت أو كل مسلم بينك وبينه شحناء، الأمر يستحق أن تتحرك إليه، فلعل الله عز وجل أن ينالك بشيء من المغفرة. وأعظم من ينبغي أن لا يكون في قلبنا شحناء إليهم أولئك الذين سبقونا بالإيمان، فمن أعظم فضائل أولئك قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا يليق أن يكون المسلم سليم القلب لإخوانه الذين يجد فيهم التقصير في زماننا هذا، من ليس عنده تقصير، لا يليق أن يمكنه أن يسلم قلبه لأولئك من إخوانه ثم هو لا يستطيع أن يسلم قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يحبهم أكثر من أهله وماله. عباد الله، سلامة القلب للإخوان من أسباب مغفرة الله بنص القرآن. فهذا أبو بكر الصديق الأعظم حينما تكلم في عرضه بالظلم اتخذ قرارا أن يمنع الصدقة عن أحد أقربائه كان ينفق عليه، تكلم في عرضه رضي الله عنهم أجمعين، حلف أنه لا ينفق عليه، فخاطبه الله عز وجل الخطاب الذي وجهه إلى العلية من الناس إلى أفضل الناس، حيث قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ولا يعني أن لا يحلفوا على شيء يمنعون به الخير، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. إلى الآن الخطاب موجه إلى أولئك بجهة الغيبة للإشارة إلى فضلهم، ثم قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فوجه الخطاب خطاب المباشرة، يعني يخاطب الخطاب الذي فيه الحضور بعد أن كان خطاب غيبة، وليعفو غيبة، وبعد ذلك يقول: ألا تحبون، لأن المطلوب الإشارة المباشرة إلى هذا المعنى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفورا إمام الصديقين رضي الله عنه يقول: بلى يا ربنا نحب أن يغفر لنا، وأعاد الصدقة على مصطح وأثبتها أبد الدهر. إذن هذه المعاني موجودة في القرآن، وسلامة القلب للإخوان والمغفرة للإخوان سبب لمغفرة الله عز وجل، هذه قاعدة شرعية تثبت دائما، ولكن مغفرة الله في أوقات المناسبات مشروطة بهذا، سلامة القلب من الشرك وسلامة القلب للإخوان. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجران الإخوة، وهذا ليس مخصوصا بوقت معين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء: إن كان للإنسان سبب للهجران، الإنسان أحيانا يغضب وبشر
يخاف أنه إذا لقي أخاه أن يتكلم في حقه بما لا يليق، فأذن له فيما دون الثلاث، وبعد ذلك يكون قد وقع في المحرم، فهجران الإخوان أقل من ثلاث فيه كراهة، وهجران الإخوان أكثر من ثلاث فيه التحريم، لأن قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذه القطيعة ليست فقط قطيعة الرحم، قطيعة بينك وبين بقية إخوانك من المسلمين، فأي مسلم له عليك حق. إخواني، في هذا الشهر كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام. قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما كان يصوم شهرا يستكمله بعد رمضان إلا شهر شعبان. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنه: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث فيه فوائد. ماذا الذي يطلبه المؤمن؟ أولا، أن العمل الصالح في أوقات غفلة الناس أمر محبوب إلى الله. نعم، لذلك تجد أنه يستحب للإنسان في الثلث الأخير من الليل أن يقوم الليل، هذا عمل يغفل الناس عنه. في شهر شعبان كان العرب يهتمون برجب ويهتمون برمضان ويدعون شعبان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من العمل الصالح حتى إذا غفل الناس عن العمل لم يكن هو مع الغافلين. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يتحين الأوقات التي يرى فيها الناس غافلين يعمل فيها، لأنه يكون عمل لله في الوقت الذي غفل الناس فيه عن العمل لله. ثانيا، المقصود وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ومثل هذا أيضا في يوم الاثنين والخميس، لما قال صلى الله عليه وسلم: يرفع العمل إلى الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبعض الناس يأخذون من هذا الحديث أن استحباب صيام الاثنين والخميس واستحباب صيام شهر شعبان فقط. انتبه معي يا أخي، ما قال وأحب أن يرفع صيامي في هذا الشهر، أو أحب أن يرفع صيامي في هذين اليومين، وإنما قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني له أعمال سترفع، يحب أن تكون هذه الأعمال مصحوبة بالصيام، فيكون عليه الصلاة والسلام يعمل أعمالا فترفع هذه الأعمال وهو صائم. وهذا يعني أنه يحب، يستحب في هذه الأيام الإكثار من عمل الطاعات، الصيام وغير الصيام. ذاك شهر يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإذا علم الإنسان أن هذه اللحظات أو تلك أو غيرها من أوقات رفع العمل، يحرص في ذلك الوقت على عمل صالح. الأعمال ترفع يوميا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، يعني الذين حضروا صلاة الفجر باتوا حتى حضروا الفجر، وبعد الفجر يرتف، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ويرفع أيضا أسبوعيا مرتين، يومي الاثنين والخميس، ويرفع سنويا في ليلة النصف أو في شهر شعبان. إذن هذه أيام ينبغي علينا أن نحرص على العمل فيها وأن لا نضيعها، هذه فرص، والإنسان في عمره قد لا تحين له فرص كثيرة، وربما ضيع فرصا كثيرة، فعلينا أن نهتم لبقية ما بقي من الفرص
لعله لم يبقى من العمر الكثير، نسأل الله عز وجل أن يشغلنا بطاعته وأن لا نغفل عن ذلك، إنه ولي ذلك القادر على كل شيء. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المسلمين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق اللهم ولاة الأمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، ووفقهم إلى كل خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.